هل انتصار شلونك؟ انتصار امي طلعت من هني وكانت وايد متضايقه وي لا قاعد ادق عليها مو قاعد ترد علي ما ادري مو مرتاحه حاسه فيها شيء قلبي ناغزني عليها كان جاسم هني عندنا صار بينهم شوي شي كلام زين الله يخليك ممكن تمريني نروح ندور عليها ندق عليها يلا تب مع السلامه